وذكر حجاج جرجان خبر توسع السلطان قابوس بن وشمكير الديلمي. سير السلطان شمس المعالي قابوس بن وشمكير القائد الأصبهبذ شهريار بن شروين إلى جبل شهريار، وكان عليه الأمير رستم بن المرزبان فاقتتلا، فانهزم رستم واستولى أصبهبذ على الجبل وخاطب لقابوس. كما قام الأمير باتي بن سعيد بغزو آمل وطرد عسكر مجد الدولة البويهي واستولى عليها وخاطب لقابوس. وكتب أهل جرجان إلى قابوس يستدعونه، فسار إليهم من نيسابور وسار لمسانداته أصبهبذ وباتي بن سعيد، فقاتلوا عسكر مجد الدولة البويهي وهزموهم ودخلوا جرجان. حاول الأصبهبذ الاستقلال عن قابوس، لكن جيوش قابوس تمكنت من هزيمته وانضافت مملكة الجبل جميعها إلى ممالك جرجان وطبرستان لحكمه.